فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول: رجل كافر قام بقتل مسلم. ها؟ رجل كافر قام بقتل مسلم ثم دخل في الإسلام، فهل الإسلام يجب ما قبله فلا يقتل بذاك؟ رجل إيش؟ رجل كافر قتل مسلما ثم دخل في الإسلام. دخل قتل مسلما وأنه فيه، في أي بلد؟ في بلد الكفر، في بلد الإسلام، هذه مرجعها للقضاء، لنا فيها دخل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.